بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أشعر بسعادة غامرة تملأ حنايا قلبي وأنا بين إخواني في هذا المركب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يثقل ميزانكم بالحسنات، وأن يجعلكم جميعا من أعلام الهدى، وأن يجعلكم جميعا ممن اصطفاه لخدمة دينه ونشر دعوته والمحافظة على ميراث نبيه عناية وتبليغا. والاهتمام بالطفولة أمر مهم، أعالج هذا الموضوع من خلال نقاط محددة، وهو موضوع يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أبدأ بتمهيد مدخل إلى الموضوع للحديث أولا عن شمولية أحكام الإسلام. هذا أمر معروف لدينا جميعا، أحكام الإسلام شاملة تشمل الجوانب العقدية كما تفضل أخي العزيز، الجوانب الإيمانية في حياة الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، والجوانب التعبدية عبادات، والجوانب الأخلاقية التربوية، إضافة إلى ما يتعلق بالحلال والحرام، أحكام الحلال وأحكام الحرام. فأحكام الإسلام شاملة، لا يمكن أن تهمل جانبا وتهتم بجانب معين. نقطة ثانية، عناية الإسلام بالإنسان. الإنسان هو العنصر الأساس في بناء الحضارات. الإنسان مكلف بأداء واجبه الاستخلافي فوق الأرض، وبواجب الشهادة على الناس، في مثل قوله تعالى في سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يجب على الإنسان أن يحقق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض، فهذا الإنسان اهتم به الإسلام أي اهتمام. ثم أن هذا الإنسان هو عنصر أساس في بناء الحضارات، لا يمكن بناء حضارة سوية رشيدة تسعد البشر إذا لم يكن هناك اهتمام بهذا الإنسان. وهذا الاهتمام يجب أن يكون متوازنا بين الجانب العقدي وجانب المعاملات والجانب الأخلاقي والجانب التعبدي. ثم نقطة ثالثة في هذا المدخل، تتناول عناية الإسلام بالطفولة. درت هنا عبارة عن قاعدتين: ضياع الكبار يؤدي إلى ضياع جيل واحد، أما ضياع الصغار يؤدي إلى ضياع أجيال عديدة. هذه مسألة منطقية لا يمكن إثبات عكسها إطلاقا. إذا ضاع جيل الكبار، نحن نتمناو ما يضيع حتى واحد، نتمناو ما يضيع حتى واحد، لا صغار ولا كبار، لا رجال ولا نساء، ولكن في حقيقة الأمر إذا ضاع الكبار يضيع جيل واحد، أما إذا ضاع الصغار فذلك يؤدي إلى ضياع أجيال عديدة. من هنا تأتي يعني أهمية الاهتمام بالطفولة وبهذه. ثم أنه الإنسان أطول المخلوقات حضانة، كما تعرفون كان بعض الحيوانات لا تحتاج إلى وقت وجيز، ولكن بعد ذلك تنطلق في الأرض، لا تحتاج إلى من يقوم على شؤونها، ولكن الإنسان هو أطول المخلوقات حضانة، يحتاج إلى مدة طويلة يعيش بين والديه، يتمتع بدفئهما ويعيش في ذلك المحضن الأساس في الحياة وهو الأسرة، ثم إلى مرحلة ثانية يحتاج إلى أسرته الكبيرة، ثم يحتاج إلى عشيرته ويحتاج إلى مجتمعه. فالإنسان أطول المخلوقات حضانة. بعد هذا التمهيد، أولاً أتحدث قليلاً عن مكانة العقل في الشريعة الإسلامية. جماعة الخير، هناك نصوص كثيرة جداً لا نحصيها عدداً، إذا قرأناها نفهم بطريقة واضحة أن للعقل مكانة في شريعة الله. وهناك نصوص كثيرة تحدثت عن العلم والعقل والفقه والنظر والفكر والتدبر. نجد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، كلمة العقل، العقل ومشتقاته، عقلوه تعقلوه تعقل إلى آخره، وردت تقريبا 48 مرة
في القرآن الكريم. كلمة العلم ومشتقاته أيضا 866 مرة. وكلمة الفقه، وطبعا الفقه أعمق من العلم كما يقول العلماء، قال إذا كان العلم ينصرف إلى العلم يتعلق بكثرة الرواية، فإن الفقه أو الفهم يتعلق بعمق الدراية. والإمام ابن القيم رحمه الله ممن قال هذا الكلام، ثم استشهد بقوله تعالى ففهمناها سليمان. إذن كلمة الفقه ومشتقاتها وردت 20 مرة، وكلمة الفكر أيضا 87 مرة، وكلمة وعي، وهكذا. يعني كنجمعوا أكثر من 1400 كلمة عندها علاقة بالعقل أو بوظائفه. ونخرج واحد الخلاصة مهمة، أن العقل عنده دلالة، عنده قيمة كبيرة في الوحي الطاهر، في القرآن وحده. لم أتحدث عن السنة هنا، القرآن وحده أكثر من 1400 مرة تتكرر هذه الكلمات، الفقه والتدبر والتفكر والنظر، والأدلة على ذلك كثيرة. أختار على سبيل المثال، قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، سورة البقرة 164 إلى آخر الآية. سورة المؤمنون الآية 80 أفلا تعقلون في آخر آية. سورة الحشر الآية 21 لعلهم يتفكرون. سورة الملك الآية 10 وقالوا كن نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكذلك سورة البقرة الآية 219 لعلكم تعقلون. وسورة الروم الآية 25 ومن آياته أن تقوم إلى آخره، آية طويلة. سورة يوسف الآية 109 أفلا تعقلون في الأخير. سورة البقرة الآية 44 أفلا تعقلون. سورة آل عمران الآية 65 أفلا تعقلون. أيضا سورة الأنبياء 67 أفلا تعقلون. يعني الذين لا يوظفون هذه الملكة، هذه النعمة الربانية اللي أعطاها رب سبحانه عز وجل للإنسان. سورة الذاريات الآية 20 الآية 21 أفلا تبصرون. بالمناسبة لو نوقف يعني وقفة كذا وجيزة مع سورة الذاريات، وكلكم الآن القرآن الله يبارك. والله يا إخوان الكرام، حينما أقرأ كلام الله وأتدبر نقول سبحان الله العظيم وبحمده، كيف هذه الصياغة الربانية وهذاك الترتيب الدقيق لآي القرآن الكريم، لدرجة أنه هناك متعة لا تمل. لو أي واحد منا يقرأ أي كتاب مهما كان عظيما، مهما كان ممتعا، مهما كان ثريا في معلوماته، ما تقدرش تقرأ باستمرار، تقرأ مرة مرتين وتربح خلاص، أليس كذلك؟ ممكن تقرأه وبعدين بعد 10 سنوات تقول أنا قرأته منذ 10 سنوات، يقول لكم قريت قرأه عاود تقول خلاص قريته خلاص. ولكن كلام الله عز وجل كيما تقرأ باستمرار دائما تكتشف فيه أمورا جديدة، وهنا حكمة التدبر. لو كان يعني ناخذ هذه النقطة نحكم فيها ساعات وساعات ولن أتوقف. على سبيل المثال ماذا وصلت إلى سورة الذاريات؟ كي ناخذ مثلا في سورة الذاريات الآية 7 واش تقول الآية؟ والسماء ذات الحبك. لماذا رب سبحانه قال هذا الكلام؟ انظر إلى ما يتبعه. نتخلاو نروحوا حتى الآية رقم 20 ونلقاو هذه الآية وفي الأرض آيات للموقنين. مسمى للأرض وفي الأرض آيات للموقنين. أم بعد الآية 21 وفي السماء وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان يقدر يعرف قدر الله عز وجل وعظمة الله عز وجل في خلقه بالنظر في نفسه فيما أعطاه من ملكات وقدرات ونعم وجوارح، أليس كذلك؟ هذا اللسان الذي يحدثكم، هذا السمع الذي يستمع ويميز بين الأصوات، هذا البصر الذي يميز بين الألوان وبين الأشياء وبين الماديات إلى آخر، هذه النعم التي لن نحصيها عددا. وصدق الله إذ يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأن النعمة متجددة. إذن الآية 7 الآية 20 تقول في الأرض آيات للموقنين،
والآية 21 تقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآية 22 تصعد للسماء تقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. شوف هذا الترتيب العجيب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. من بعد نروح إلى غاية الآية 50 تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعدين آية 55 ففروا إلى الله. يعني شيء عجيب جدا، ترتيب دقيق وعجيب. ومن هذه الآيات أنتقل إلى سورة فصلت الآية 53 حيث يقول ربنا سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. شيء عجيب، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآية تخاطبنا بعمق، سنريهم، وكأنها الآية تريد أن تقول إن العلم الذي كان قائما في عصر الصحابة هو علم مسموع يسمع، ولكن لا يعرف أي صحابي من الصحابة دقائق العلوم، يعني علم البحار وعلم جيولوجيا وطبقات الأرض وعلم الفضاء ومش عارف الديان ويدخل في عمق الإنسان والكارت جينيتيك والبطاقة الوراثية، مش عارف هذه الأمور ما هوش مطلوب في ذلك الزمان أنهم يعرفوها. ولكن ربنا يقول لنا جميعا سنريهم هذا العلم. تشوفوا الآن دروك يجي أي واحد يتكلم على الديان يتكلم على الكلوناج ويعطي لي ديتاي كيفاش يتم الكلوناج وكيفاش لاكارت جينيتيك وكيف الى اخره. العلماء هو اللي يهضروا في العلم على المعاصر، وكذلك الامر بالنسبه لعلم الجيولوجيا وعلم البحار وجميع العلوم والمعارف. اذا اعود الى قوله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اذا هذه الايات متكرره جدا. ب نتحدث قليلا عن تكوين العقلية العلمية. العقلية العلمية جماعة الخير قلت قبل حين إذا كان العلم ينصرف إلى كثرة الرواية فإن الفهم والفقه ينصرفان إلى عمق الدراية. والإسلام حريص جدا على تشكيل عقلية علمية لها ميزان يضبط الأمور. فهذه العقلية العلمية تخضع العقليات للمنطق والماديات للتجربة والملاحظة والمرويات للصحة. ثم أتحدث الآن بشيء من التفصيل عن بعض هذه المعالم في تشكيل العقلية العلمية. النقطة الأولى عدم اتباع الظنون والأوهام. ما يلزمش نتبعوا الظنون والأوهام، والآيات كثيرة. أخطر على سبيل المثال سورة يونس الآية 36 وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. سورة النجم الآية 28 سورة الأنعام الآية 116 هذه الآيات كلها تمنعنا جميعا من اتباع الظنون والأوهام. نقطة ثانية عدم اتخاذ التقليد كأداة من أدوات المعرفة، بل الإسلام بآياته الكثيرة وبالأحاديث النبوية الكثيرة التي لا نحصيها عددا تؤكد على الاجتهاد. الاجتهاد، وكلكم يعرف حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ بن جبل اليمن فسأله بما تقضي بين الناس؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله. وكأنه يؤكد لنا ما يسمى بمبدأ الشرعية. هذا البرنسيب هذا كيفاش يكون بشكل هرمي؟ القرآن يمثل قمة الشرعية وبعده السنة النبوية. قالوا فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو، لا أدخل جهدا في بذل قصارى ما أملك من اجتهاد. فالإسلام يوصينا بالاجتهاد، وكلكم يعلم أن في الإسلام دائرتان، دائرة القطعيات المحكمات وهي دائرة ضيقة بالنسبة وبالمقارنة إلى دائرة الظنيات، دائرة الاجتهاد، دائرة إعمال النظر وهي دائرة واسعة جدا. وفقنا الإسلامي زاخر بأنواع الاجتهادات المختلفة. والآيات في هذا كثيرة أيضا، في مثل قوله تعالى في سورة البقرة الآية 170 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك القرآن أيضا يؤكد على العقل
لا يعقلون شيء ولا يهتدون. وكذلك الأمر بالنسبة للآية 74 الآية 23-24 من سورة الزخرف، والآية كثيرة. النقطة الثالثة عدم اتباع الأهواء والعواطف في مجال العلم لقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها إلى آخره. وكذلك النقطة الرابعة التماس الأدلة والبراهين في الأحكام لقوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، البقرة 119. يؤكد القرآن على التماس الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة في الأحكام، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذه الآية تكررت في سورة الأحقاف أيضا، في سورة الأحقاف وكذلك في سورة غافر وغيرها من الآيات. جيم المحافظة على العقل، بعد ما عرفنا قيمة العقل وهذه النعمة الربانية الكبرى، رب سبحانه عز وجل نص في القرآن وكذلك السنة النبوية نصت على ضرورة المحافظة على العقل على هذه النعمة وجودا وعدما. ألف أو النقطة الأولى المحافظة على العقل وجودا، والآيات من خلال إعطاء العقل قيمة كبيرة، فقد ذكر الله عز وجل في آية كثيرة كما أسلفنا. ثم أن العقل مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي داود وأحمد بن ماجة. وكذلك الدعوة إلى التعليم والتثقيف والتكوين إنماء للعقل وقدراته. ب المحافظة عليه عدما، وذلك بمنع المفسدات، جميع المفسدات سواء كانت حسية أو معنوية فهي ممنوعة. إذن هذا العقل القرآن الكريم بعد ما بين قيمته قالك لازم تحافظوا عليه وجودا، كل ما يقوي العقل نص عليه الوحي الطاهر، وكل ما يفسد العقل حرمه الوحي الطاهر. المفسدات الحسية مثل الخمور والمخدرات وغيرها، والآيات كثيرة مثل سورة المائدة الآيتان 90-91 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآيات. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقيله حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام إلى آخره. فالخمر مفسدة للعقل ومعطلة لمقاصده، وسمها النبي عليه الصلاة والسلام بأم الخبائث. والمفسدات المعنوية التصورات الفاسدة في الدين في الاجتماع في السياسة والعقائد الفاسدة والمذاهب والأفكار المنحرفة، هذه كلها تعطل العقل. طيب ثانيا أهمية التربية العقلية للطفل، هذه كلها مقدمات باش نقولوا عقول نحتاجوها كاملة صغار كبار رجال نساء، ولكن درك ندخل في الطفل فيما بقي من الوقت. تتجلى يعني الإسلام يهتم بالطفولة اهتماما بالغا كما تعلمون جميعا، وكي نشوفوا الأحكام الشرعية المختلفة نفهموا من خلالها من مقاصدها إحداث التوازن. التوازن ديروا جماعة الخير، إذا كان هذا الطفل ما عندوش توازن، مادام الإخوة الله يبارك الآن سمعنا باللي التربية الإيمانية البارح مع لازم التربية تكون متكاملة، التربية تكون متكاملة تهتم بالجانب العقدي الإيمان، لأن الإيمان هو الأساس. لذلك صدق الله عز وجل إذ يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. واحد باش ما يقتنعش بشوية من الإيمان يقولك شوية بركة فيها البركة، لازم تقوي إيمانك وتبحث عن كل ما يقوي إيمانك، هذه مسألة في غاية الأهمية. ثم تأتي التربية العقلية، والآن وسمحوا لي حتى الإيمان هذاك باش يزداد يحتاج إلى عقل، أليس كذلك؟ لذلك رب سبحانه عز وجل كي قال في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم لا يمكن أن نحصله إلا بالعقل، لا يمكن تحصيل العلم إلا بالعقل. وصدق أبو حامد الغزالي حينما قال تحدث عن العلاقة بين النقل والعقل، قال كالعلاقة بينهما علاقة وطيدة كالعلاقة بين البصر والشعاع، لا يمكن أن تدرك المحسوسات المادية
إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول هو البصر، والشرط الثاني هو الضوء، شعاع. لو كان الآن أراني شوفكم وتشوفوني، لو كان نغمض عينيا أنا غمضتهم مانيش نشوفكم. علاه؟ لأنني عطلت شرطا من الشروط وهو البصر. كي نفتح البصر خلاص، شرطان البصر والشعاع والضوء، نشوفكم وتشوفوني. طيب، ولو كان طفيو الضوء ما كانش الضوء، ظلمة، أيضا أفتح عينك ولا غلطهم كيف كيف. شرطان أساسيان. قال لك العلاقة بين النقل والعقل. النقل معنى الوحي، والعقل كالعلاقة بين البصر والشعاع. أريد التأكيد على هذه القاعدة الأساسية باش نعطي من خلالها رسالة للذين يريدون تعطيل العقول. يقولك أنا وقاف عند النص، نبقى عند النصوص، والعقل هذا يجمد يعطل، هذا خطأ وانحراف خطير، لا يمكن. وسمعت الآيات الكثيرة التي تتحدث عن العقل أكثر من 1400 مرة، ورب سبحانه يتكلم هذا في القرآن دون السنة، يتكلم عن العقل ووظائف العقل باش نفهموا باللي لا يمكن أن ندرك أسرار القرآن، ولا يمكن أن نحسن تدبره إلا بالعقل والعقل السليم. وسمعت قبل حين سورة فصلت الآية 53، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. واش قال الإمام علي رضي الله عنه؟ قال العلم أفضل من المال. لماذا؟ قالك لأنك تحرس المال والعلم يحرسك. من هذا الباب اللي عنده المال ولا عنده مشكلة، كيكون عندك طوموبيل يا اخي تحوس وين دار قدها ولا لا وراه الكراج، وإلا ما عندكش راك لاباس جمع روحك وتخدر وفلات، صح؟ إلا عندك كامل وزوج وشاحنة ومش عارف حافلات أليس كذلك؟ كل ما يكون عندك المال مطلوب منك أن تحرسه. طبعا من له دوره، لا ننقص من قدره، ولكن عند المفاضل الإمام علي قال لأنك تحرس المال والعلم يحرسك. ألم يقول يا أخي العلم إمام والعمل تابعه؟ والإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري في صحيح البخاري عقد بابا قال العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. ولكن في هذا الباب كان اللي قارن بين العقل والعلم، العقل والعلم أشكون اللي مليح؟ هما ملاح في زوج يقينا، العقل والعلم كلاهما طيب، كلاهما له وزنه ولا قيمته وقدره. ولكن عند المفاضلة اسمعوا لهذه الأبيات، قال لك علم العالم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بي عرفا. الإنسان يعرف رب العزة سبحانه وتعالى بعقله، يقرأ كتابه المفتوح وكتابه المسطور، الكتاب المسطور والكتاب المنشور، ينظر يتدبر في الآيات الكونية في السماوات في الشمس والقمر والنجوم والكواكب والمجرات والأنهار والجبال والبحار إلى آخر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بعرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصفا. هذه حجة. قالوا رب سبحانه باش وصف روحه في القرآن الكريم حينما قال إن الله كان عليما حكيما، وما قالش إن الله كان عاقلا حكيما، إن الله كان عليما حكيما. فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. كالحوار مناظرة بالحجة والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الطفل، قلت في مقدمة الحديث ضياع الكبار هو ضياع جيل واحد، ولكن ضياع الصغار ضياع أجيال عديدة. التربية العقلية في غاية الأهمية، نعطي بعض الوسائل وبعض طيب
نبدأ ببيان الأهمية تتجلى فيما يلي في شكل نقاط محددة. النقطة الأولى، تتجلى التربية العقلية للطفل في ضرورة تنمية ذكاء الطفل. كل حاجة اللي تنمي ذكاء الطفل فهي مطلوبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هنا يأتي دور العلماء ودور علماء الاجتماع، علماء النفس والتربية، والعلماء المعاصرين تاع التنمية البشرية هكذا، لأن هذه الأمور تساهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيقول يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أنا نعتبر هذا الحديث حديث عظيم جدا. كيقول يا غلام سمي الله، معناه من البداية الطفل يتعلم يسمي ربي سبحانه كيروح ياكل، أليس كذلك؟ وعلى بالكم في اعتقادي أن واحد إذا ماشي موالف يقول بسم الله منذ الصغر ممكن يكبر تجي ثقيلة، يصدم على الماكلة بلا ما يقول بسم الله، صح؟ فيه معنى آخر لازم كي نقولوا لذراري صغار بسم الله نقولوا يا طفل هذه اللقمة نتاع الخبز باش وصلاتك. اسمع القصة، الله عز وجل هو الذي سخر الفلاح الذي زرع، الله هو الذي أمر السماء فأمطرت، الله هو الذي أمر الأرض فأنبتت، كاش نهرجت فلاحة هو الذي أنبت، الله هو الذي سخر الفلاح الذي حصد الذي درس حتى وصلتك لقمة الخبز بين يديك، طيبتها الأم ولا البولونجي الخباز، هذه اللقمة ما جاتكش مجانا، ابدأ بسم الله، صح؟ صف كي تقول سمي الله، هذه المعاني التي يجب أن نستنبطها. كي نقرأ هذا الحديث نقول يا رب الحمد لله، ولو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم باش تاكل لازم تقرأ سورة البقرة، وكي تشبع لازم تقرأ سورة آل عمران، شحال من الناس اللي بقوا جائعين، صح؟ يقول لك باش نكون ناكل لازم سورة البقرة، إيه والله لو ما تقرأهاش ما تهبطش الماكلة، ما تهبطش مشكلة على بالكم، ولكن الحمد لله كل شيء ميسر. سوش كلمة بسم الله، لو كان نستعرف هذا الحديث تلقاو الخبز اللي راه يترامى في ليكاج ديسكالي في الباطينات وكذا، انا اعلم تربينا عند الشيوخ كبار في البلاد، كي يلقى لقمة خبز تتلاوح في الدار يدير اسومبلي جينيرال في الدار لاليرت، اروح شكون رمى هذه لقمة الخبز؟ دبروا راسكم، كي العجوزة كي ذراري كي كلش كاع مسؤولين، يدير استنفار قصوى، حال استنفار قصوى، اضركم تشوفوا في كل مكان. نعمة ربي إذا كان ما عطيناش قيمتها ماذا يحصل؟ تقول تبذير نعم، ولكن يا غلام سمي الله وكل بيمينك، ثم التيمم وكل مما يليك، وهذه عندها قيمة. إذا كان طفل صغير من نهار اللي كان صغير تولفوا باش ياكل حقه، كما يقول في المثل الدارج كل حقك واغمض عينك، نقرص تقفيلي اش لحقي ثقن تطيطي، هكا يا جماعة الخير اش لحقي ثقن تطيطي وكل مما يليك. نقول لكم انا كي يجيبوا لي قضيه يقول لي فلان يدي تورني الاموال يسرق الاموال 50 سنه ويحب ياكل الاموال زور وبهتانا، نقول سي نورمال نورمال، ابحثوا في تاريخه تلقى في كان صغير كان يستلذ اكل حقوق اخوانه، وحينما صار كبيرا لا يزال يستلذها، صح؟ تربيه من الاساس. طيب لكي لا اطنب في هذه الامور نبدا تنميه ذكاء الطفل. اثنين، تنميه قدرته على التامل، لازم ننمي فيه قدرته على التامل ونزرع فيه الجانب الجمالي باش يتامل، كي يشوف حاجه خضراء ورده يتامل فيها وحد الله عز وجل فيها، ماشي
يروح يقضي عليها، يروح شجرة يقطعها إلى يتأمل، كي يشوف هذاك الماء في الساقية أيضا نعلمه التأمل، تنمية ملكة التفكير لدى الطفل، رابعة تنمية قدرته وقدرته على التخيل والتصور، تنمية قدراته وتقوية ذاكرته وقدرته على التحليل. الذاكرة نتاع الصغار يا جماعة الخير، وعلى بالكم والحمد لله جميع المحفوظات يحفظها، سواء في القرآن ولا في السنة ولا في الشعر ولا كانت زمان، والآن كاين آيات يعني ممكن دون الامتحان الآن على المباشر أنت تقولي نقول لك الآية ونقول لك الرقم نتاعها والصفحة نتاعها، وهذه ماشي ضربة، هذه نعطيها رسالة للصغار إن شاء الله يشوفوا هذا الشريط الصغار، بشرط نغمض عينيه سبحان الله نغمض هكذا تجاريك صفحات مصورة بالرقم. دروك الآن قلت الذاريات نقدر نقول هذيك آية آية بالفاصيلة، من الآية الأولى الآية السابعة واش قلت قبيلة نعود وإذا كتب ربي ما كانش خطأ، الآية السابعة والسماء ذات الحبك، الآية 20 راهي جاية في بلد نشوفها الآن، الآية 20 تقول وفي الأرض آيات للموقنين، وبعد الآية 21 فينا في البشر وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من بعد طلعت الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون إلى آخره إلى آخره تجي كامل. هذه عن طريق التصوير والصغر، وأنا نترحم على الشيوخ اللي ماتوا الله يرحمهم اللي يقولون هذا كلام ربي، إذا قرأت القرآن الكريم عقلك يكون لاباس، شحوا عليها مليح. ونقول لكم حاجة جربتها منذ 20 يوم تقريبا، سمعنا من المشايخ اللي يحفظوا القرآن الكريم حتى كي يوصل 90 سنة 100 سنة ما يهبلش، من كي يهبل كي يقرأ القرآن الكريم ما يرجع لعقله. هذه العبارة قلتها للجامعة بعد صلاة الجمعة بعد استقبال بعد العصر هكذاك، وراح نصفوا واحد اسمه سي شريف، هذا من هذا حمامة المسجد، حافظ لكتاب الله عز وجل ومن ذكرياته الرائعة قالك نروح باش نصلي التراويح في واحد المسجد يقطع الواد، والواد هذاك كيرجع من التراويح لقاه حامل وهو حامل مصحف معاه، وبعدين خايف هذاك المصحف يتشمخ، واش دار له؟ داروا هنا في الشاشية نتاعو وربطو، قالك مين كيوصلني المال لهنا على القرآن على الأقل القرآن ينجو. هذا الرجل ما يعرفش لا زوجته ولا ولاده خلاص. من بعد كي زرناه قلت له سي شريف السلام عليكم، انت حافظ ذكرته انت حافظ لكتاب الله، واذكرك بقصه سمعناها عنك هي هذه وتذكر. قلت له ممكن ندير لك امتحان الان نقرر اي ايه، نقول مثلا قال الله تعالى ما نقولش رقم الايه ولا جزء ولا شيء، نقول قال الله عز وجل في القران الكريم مثلا سنريهم اياتنا في الافاق، ويقول هذه بالجزء ما يقولش رقم الآية، هما ما قراوش هكا في الزاوية يقراو بالأجزاء، يقول هذه وردت في جزء في سورة كذا جزء كذا، وبعدين نقول له والآية الفلانية وين جات؟ يقولها لي. عطت له أكثر من 20 سؤال أخطأ في 4 البقية جابها سواسوا، قلت سبحان الله هذه من بركة القرآن الكريم. لذلك لا يمكن أن نقوي القدرات العقلية للطفل إذا أهملنا القرآن الكريم. تنمية تقوية الذاكرة، نرجع للذاكرة هذه، الذاكرة اسمحوا لي يا جماعة الخير، حنا شبابنا وصغارنا من الأمور اللي ما يحبوهاش يقول لك هذه فيها الحفاظة، أنا نحب غير عقلي، سي فو خطأ، ربي عطاك القدرات قوية، عطاك الذاكرة شغلها، أو كي تشغلها تتقوى أكثر وتتسع أكثر، وعندها قدرات عجيبة على التخزين. تخزين المعلومات. في هذه النقطة أقول كون كنا نقرأ في القاهرة في جامعة عين شمس قرأنا في الجريدة في الصبح جريدة النور الصفحة الأولى الطفل المعجزة، طفل عنده 7 سنوات، 7 سنوات في عمره يتيم الأبوين وضرير، يعني شوفوا اجتمعوا لي 3 أمور الصغر واليتم والعمى، 7 سنوات في عمره صغير ويتيم الأبوين معنى مسكين ما عندوش والديه، وزيد أعمى ضرير لا يبصر. حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا، وزير الأوقاف وهو أستاذي وقتها خذ قرار قالك تتكفل به الدولة إلى نهاية دراسته،
كلش يقرأ ويتعلم إلى آخره. الطفل المعجزة هكذا كتبت يعني الصحف على رأسها صحيفة أو جريدة النور الأسبوعية. ستة، إدراك العلاقات بين الأشياء وربط العلل بالمعلولات والأسباب بالنتائج، كل أخرى تحتاج تفاصيل. سبعة، تنمية قدراته على التعبير باش يتكلم، يعرف باش يتكلم. الآن كاين الكبار تقول له خاطب الناس ما يقدر يخاطبهم، أما كي يكون يوالف منذ الصغر يدير الحوارات ويتكلم ويعبر، عنده الحرية في التفكير والتعبير وبعدين للتحرير، حرية التحرير يكتب. كان ولي يعرف يهضر تقول له اكتب، ما يعرف يكتب. لذلك تنمية قدراته على التعبير. ثالثا، تنمية القدرات العقلية الطفل. كيف ننمي هذه القدرات العقلية الطفل؟ أيضا كل نقطة فيها تفاصيل، كل نقطة عندها عشرة، يعني هذه النقاط العشرة كل واحدة عندها عشرة نقاط جزئية. طبعا ما يدرك كله لا يدرك جله، فيما بقي من وقت نحاول نشرح بعض التفاصيل. نبدأ أولا بالتعليم العلم. كل ما الطفل نحبوا له العلم والتعليم، هذا باش نحبوه يا جماعة الخير، كاين جملة أمور. وعلى بالكم كي تدخل الأسر، كاين كثير من الأسر يديروا لأولادهم ميكي وصور وصور تاع لي فوتبالور وكذا، يا خالد موجودة هذه، ولكن ما عندوش صور العلماء، ما عندوش صور تاع القمر ولا تاع الشمس ولا تاع الطبيعة ولا اللي تخليه يتأمل ويوحد ربي سبحانه عز وجل، ما يكون هذا الشيء. وما عندوش مكتبة ولو صغيرة هكذا، مكتبة صغيرة. وحنا للأسف يعني احنا لي صالون تاعنا طبعا ماشي كامل، معمرين غير بالكؤوس والفناجل ومش عارف ايه ولي سيرفيس، سيرفيس نتاع الماء ونتاع القهوة ونتاع الكازوس ونتاع لاتاي ونتاع الارتيزان وتربح، وكيكون شوية مصاحف هكذا للزينة وشوية كتب كتاب فتح الباري. مش حمرا كذا يعني ربي يغفر لك، يدخل هكا الضيوف اللي ضيف عند الناس اللي نعرفهم مليح، كيفاش نقولوا هذا كتاب كاش ما نحيط له غبار ولا طباسه ترفدهم. ومره قلت ارحم بابك، كل ما ترفض طبسي ارفض صحيح البخاري، على الاقل سوي بينهما، يعني سوي كي ترفض الكوكوس باش يشربوا الناس القهوه ولا ارفض مع صحيح البخاري، ما تخليش تما فقط يعني للزينه. العلم. اثنين، حفظ القران الكريم، أو قلناها قبلها، كي قال القرآن الكريم العقل نتاعو بإذن الله تعالى سيكون قويا وما يخافش أيضا ما يخرفش في نهاية العمر نتاعو. علاش ذكرت هذه القصة؟ باش الناس تحافظ على القرآن أكثر. ثالثا، الرعاية الصحية. يا أخي يقولوا العقل السليم في الجسم السليم. إيه، علاش النبي صلى الله عليه وسلم كيتكلم أحاديث كثيرة، علموا أولادكم كم السباحة أو الرماية أو السباحة أو ركوب الخيل، أحاديث تطرا في هذا الباب، لأن العقل السليم حقيقة في الجسم السليم. وكنت نتكلم عن الرعاية الصحية، نتكلم حتى عن التغذية السليمة، التغذية السوية طبعا في حدود الطاقة والإمكان. والحمد لله أنه الغذاء القوي المقوي للجسم، هذاك الغذاء رخيص سبحان الله. والآن رانا في صراع كبير مع الطبيعة، ورانا نسمعوا في هذه الايام الاخيره والسنوات الاخيره نتكلموا عن الطب البديل والطب الاصيل، ونتكلموا عن فوائد الزيتون، زيت الزيتون وفوائد الشعير وهكذا، ورحنا في واحد المتاهات يا لطيفه شمعت الخير، الماكولات هذه المعاصره، وبعدنا على زيت الزيتون، وبعدنا على التمر، وبعدنا على البن، وبعدنا على الرايب، وبعدنا على القمح والشعير، ودخلنا في متاهات خطيره وخطيره جدا. مره احد الاطباء الجزائري دار محاضره على الماكولات، خطوره الماكولات المعاصره لي كونسيرف هذا وكذا، وكذلك اثرها السلبي على الصحه، وانت السرطان والهموم هذه كامل كبيره. وبعدين كيف يتكلم عن الغذاء، التغذيه السويه السليمه الخير والله. حنا الله يبارك فيك كي تاكل طعام سوتو في الجفنه وحده، الله يبارك كيما سوتو ديروا انتم عطيكم الصحه، خاطركم تباصر في باباكم والله العظيم، تباصر في الركونه كاع، كل واحد يدير في التفسير تاعو، هذا في الكولوار، هذا في البالكون، هذا اللي هي هذا اللي هي. الجفنه هذيك الله يبارك يا سيدي، وفيها البركه وفيها ما شاء الله، اليس كذلك؟ فبالتالي اذا الرعاية الصحية والتغذية السوية، رابعة الرياضة، خمسة الاستقرار والهدوء. وعلى بالكم لا يمكن الإنسان باش عقله يخدم إذا كان ما كانش في حالة من الهدوء والاستقرار. من هنا نقول رسالة موجهة للأسر،
الأسرة إذا كانت مستقرة ولدها يكون عندهم عقول كبيرة. أما إذا كان الأسرة المضطربة التي صارت جحيما لا يطاق، أكيد الأولاد ما يكون عندهم تربية عقلية قوية. الله أكبر. لأن الاضطراب والفتن والصراعات والنزاعات الأسرية تضيع الأوقات وتدمر الطاقات العقلية. إذا ما هبلوش لباس. فضلا عن مساوي أخرى، أن الأولاد يخرجوا من الأسرة بحثا عن الدفء والحنان، يلقى روحه ربما في متاهات أخرى، يلقى روحه مع رفاق السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ستة، التشجيع الابتكار والإبداع. لازم الصغار عندهم طاقة الآن، خاصة في الأمور الإعلام الآلي وكذا، وعلى بالكم الصغار يعرفوا خير منا، أليس كذلك؟ تعطي له واحد، الله أكبر، تعطي واحد كيما هذا يجونغلي بيه، تعطي واحد كيما هذا الله يبارك كيف كيف، تحوس في البارابول يسلكوها ما شاء الله. عندهم قدرات وقدرات عجيبة جدا، ولكن يحتاج طبعا إلى رعاية وإلى ترشيد وإلى توجيه. سبعة، اللعب. أبو حمد الغزالي دار محاضرة كاملة، نقول بلغة العصر محاضرة، هي بحث طويل يتكلم عن علاقة اللعب بتنمية الذكاء. أبو حمد الغزالي قبل ما يتكلموا أصحاب التنمية البشرية الآن سبقهم إلى هذا الأمر. قال لك اللعب، أسكت حتى ينتهي. تحدث عن علاقة اللعب بالذكاء. هو يقول مما قاله، قال كل ما الطفل يشبع من اللعب، كل ما يلعب، كل ما قدراته الذكائية تاعو تكون في حالة من النمو ومن الارتقاء. ثم نقطة الثامنة بالنسبة للعب، بالمناسبة الشيخ شعراوي رحمه الله صاحب الخواطر القرآنية قال لك مرة، هو واحد يحكي عليه، قال لك زارني في البيت وبعدين بداوا ولادهم يديروا مشاكل هكذا، يديروا يضحكوا ويلعبوا الى اخره. قال لك انا كنت في حرج، يعني كشغل حرجوني قدام الشيخ وضيف وكذا. قال لك هو رفعني الحرج، واش قال له؟ قال دعهم يعيشوا الطفل تاعهم. معنى الطفل طفل يجب ان يتمتع بطفولته ويلعب. ولكن طبعا في اللعب كاين قيود، كي قلت قلنا كل نقطه تحتاج التفاصيل، ولكن في هذا القدر ان شاء الله كفايه. ثمانيه، تنميه الهوايات والانشطه الترويحيه، هذه ايضا مهمه. بعض السياحات الهادفه الى اخره، والهوايات واكتشاف الطاقات والمواهب. وسمحوا لي، العمليه التربويه لا تقتصر فقط على التلقين والتعليم فقط، تعطي المعلومات فقط. نرجو من المعلمين باش كل معلم يجتهد في اكتشاف الطاقات والمواهب، لأن الله عز وجل قد وزع المواهب على البشر. ممكن هذاك الطفل اللي راه معاك في القسم عنده طاقات إبداعية رائعة، عنده مواهب عالية المستوى جدا، ولكن قد لا تكتشف. هنا دور المربي ودور المعلم. تسعة، ايضا تحبيب القراءه والاطلاع للاطفال. ما يكتفيش فقط بقراءه الكتب المدرسيه اللي مفروضه عليه فرضا، لازم نحبب له الاطلاع، ولو ماشي في التخصص نتاعو، يقرا كتب اخرى، يقرا مثلا كيقرا في الحساب يقرا كتب اخرى نتاع التمارين والمسائل وهكذا. اذا كان مثلا يقرا في الجغرافيا يقرا كتب اخرى عن الكون، كبر اليقينيات الى اخره. يعني هذه المساله في غايه الاهميه، وباش يبقى دائما يعيش مع الكتاب ويحب الكتاب. وفيه دراسات في هذا الباب يقارنوا بين الشعوب اللي تعطي قيمه للقرايه ولا ما تعطيش قيمه للقرايه. وحنا جماعه الخير عندنا اوقات كثيره ضائعه، أليس كذلك؟ هذه الخطاب دوك ماشي غير للصغار، للصغار والكبار. يعني المرة اللي فاتت كنت في الجامعة، في واحد الجامعة في الحي الجامعي، قلت لهم يا جماعة الخير يا أخي مازال ديروا لاشين باش تاكلوا، لاشين الماكلة بلاشين. إيه قالوا كاين لاشين. قلت لك لاشين رانا فيها كاع، حتى في الطريق رانا ندير لاشين. وباش جبتي زيوزو حتى الجزائر تمكن ثلاث ساعات ونص، أليس كذلك؟ وتولي ثلاث ساعات ونص، معنى سبع سوايع ضاعت
في الطريق، هذه كارثة كبيرة، كبيرة بزاف، 7 ساعات كبيرة بزاف. ماذا نصلح؟ صدقوني ما نقول هذا الكلام فقط على بالي ذراري يطلعوا على هذا الأمر. غير في الأصفار قرأت مئات الكتب في الأصفار، مش عشرات، مئات. بين البارح واليوم والبارح 3 أيام قرأت أكثر من 20 كتاب عادي، والحمد لله رانا في طريق. حتى عمل إيه كما قال مصري، ماذا تصلح؟ البرنامج نتاع البارح 5 محاضرات في اليوم، نتاع البارح محاضرة في ثنية، من بعد البليدة، البليدة العزازقة، يعني بعد تيزي وزو، أكثر 30 كيلومتر. واش ديك المسافات؟ على الأقل 6 ساعات في الطريق. تبقى هكذا. قراو. فلاشين مرجع للجامعة، راك فلاشين باش تاكل. فلاش، ما نقولكش غير القراية. ارفد كتاب، ارفد قصاصات، احفظ القرآن الكريم، احفظ بعض الأحاديث، ادي 4 أحاديث معاك. باش توصل البلاطو هذاك باش تاكل تحفظها 2 ولا 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شوية شوية. وتحفظ في الفرقه في لاري تستنى. يا الحمد لله، لا ما نقول عندنا ونستنى كثير الاوقات الضائعه التي لا كثيره جدا، اليس كذلك؟ على الاقل ندرب ولادنا من فرق باش يحبوا القرايه. وربي قال اقرا اقرا. انا نشوف اي واحد حتى يكون ما يقدرش يقرا يقول لك ما نقراش ندوخ ولا مش عارف ايه في الطوموبيل ولا كذا، يا خويا كاين الاشرطه وكاين كاين الحضاره. تسمع الـ5 محاضرات 6 محاضرات في الطريق، تتثقف، تروح ترقد كيف كيف، ايضا تسمع الشريط وهكذا. الان التكنولوجيا يسرت كثيرا، يعني باش نقرا ونثقفوا الى اخره. وطبعا هذه ماذا بك نغرسوها في قلوب وفي عقول الصغار. ثم باش ننمو قدره العقليه الطفل والابناء نحتاج الى الدفء والحنان. واسمحوا لي كان اختصر الكلمه نقول ازمتنا ازمه حنان، ليس كذلك؟ نقول لكم قصه واقعيه. مره في الجامعه في المدرج دخلت قطه هره، دخلت وطلبه وبغات تقول صب صب يعني بعدوها، حتى وصلت الى فوق المنصه درت لها هكذا يعني بالاشاره، طلعت فوق يعني ندير محاضره وهي هكذا، وانا حبيت نوصلهم رسالة درت لها هك على بالك القطة، وبعدين رقدت سكت قليلا على جهة الضيفة الكريمة. ما قلت لهم الآن كي كانت بيناتكم كانت تهرب، درك الآن حست بالأمان، هذه أزمة حنان. تبقى وتحب على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى العالم. ألا نعيش الآن على مستوى العالم أزمة حنان؟ وكان هناك رفق، هناك حنان، ما تكون حروب، ما يكون عدوان، ما تكون اضطرابات، ما تكون فتن داخل الأسرة، داخل فالطفل باش ننمو القدرة العقلية تاعو أعطوه الدفء والحنان ويقوى عقله. وفي الأخير أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.